ضمن النشاطات الدورية لكلية الفنون الجميلة في بابل والمحاولة لترسيخ قيم الجمال والإبداع، افتتحت اليوم معرضها السنوي للفنون التشكيلية الذي ضم عددا كبيرا من الأعمال التشكيلية واللوحات التي تنتمي لمدارس فنية مختلفة، إضافة إلى الأعمال النحتية المتنوعة والسيراميك. مشاركين بأعمال هواية من يعني اختصاصهم رسم، مشاركين تخطيط وزيتي وجرافيك، يعني مختلف الأعمال. هذه الأعمال ضمنت جميع المدارس بواقعي وبحداثة، ضمنت مشاريع طلبة بمواضيع مختلفة، منها طبيعة منها تجريد بخامات وأدوات مختلفة. قسم التربية الفنية هو الآخر افتتح معرضا للفنون التشكيلية، ضم أعمال طلابه وطالباته لإبراز ما لديهم من مواهب إبداعية. تضمن ألوان مائية وتخطيط واسمه نحت وزغفة. ومن الفنون التشكيلية إلى عالم الفن السابع وختام فعاليات المهرجان السينمائي الدولي للأفلام الروائية والوثائقية القصيرة. ختام فعاليات المهرجان الدولي للأفلام الروائية والوثائقية القصيرة الذي استمر لثلاثة أيام بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، تضمنت عروضا لأفلام الرجل الذي صنع فيلما للمخرج السوري أحمد إبراهيم، ورقص العصافير للمخرج العراقي هادي الإدريسي، وفيلم تابو للمخرج نائل ناظم، وبلاد السومريين ليوسف محمد. جد مشتاق لك وبيبي وابويا وكلهم مشتاقين لك. جابكم هنا بابا، احبابي جابكم عيني، روح للبيت برد عليكم ابويا. هنالك احترافية جدا عالية من حيث الموضوع، من حيث الفكرة، من حيث الإمكانات المادية الهائلة. هي هنالك من سوريا أربعة أفلام إنتاج هوليوود. فيلم رغيف للمخرج مصطفى الجنابي فاز بالمرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية فيلم تابو لناء الناظم، والثالث فيلم فوز ثاني للمخرج ناطق سعدي، كما فاز فيلم هجر من بأفضل مونتاج، وفيلم خط أحمر بأحسن تصوير، وفيلم تابو بأفضل سيناريو. اعتمدنا موضوع التصوير عن عناصر اللغة السينمائية، التصوير، السيناريو، المونتاج، التمثيل، الفكرة، الشريحة التي موجه لها الفيلم، طبيعة الفيلم، كل هذا الشيء أخذناه بنظر الاعتبار، وبالتالي منحت الجوائز وفق ذلك. فيلمي بعنوان الرغيف يتحدث عن الإنسانية والعاطفة عند الأطفال النازحين. أنا فيلم وظفته من خلال شخصيتين، مؤمل والطفلة مريم. ومهرجان السينما الذي نظمته كلية الفنون الجميلة جاء في وقت تعطلت فيه جميع دور العرض السينمائي بسبب سطوة الجماعات المتطرفة. من مدينة الحلة ميثم الشباني، الحرة.